بكم الجزائر والجمهورية الكليبتقراطية، أين الحقيقة وأين الخيال؟ هو عنوان وتساؤل حلقة اليوم. والكليبتقراطية لمن لا يعرفها هو مصطلح يطلق على نمط الحكم الذي يراكم الثروة الشخصية والسلطة السياسية للمسؤولين الحكوميين والأقلية الحاكمة، وذلك على حساب الشعب. والمصطلح يوناني الأصل ومكون من كلمتين، أولهما كليبتو بمعنى لص، وأقراط بمعنى حكم مثل الديمقراطية. وأصلها كذلك يوناني، مكون من كلمتين ديمو أي شعب، وأقراط أو قراطية وكراسي، ويعني حكم أي حكم الشعب. وإن كان القذافي في خرجاته المثيرة قال يوما إن أصلها عربي ويعني ديمو الكراسي أو دهماء، أو في رواية أخرى دم الكراسي. اللافت أن هذه الديمقراطية كتسمية لازمت الجزائر منذ استقلالها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لكن في أول امتحان ديمقراطي حقيقي وذلك في انتخابات 1991 التعددية، انقلب العسكر ومن ولاهم من المدنيين على ذلك الخيار الديمقراطي بدعوى إنقاذ الجمهورية الديمقراطية من السقوط في مخالب الثيوقراطية والجبهة الإسلامية للإنقاذ. لكن بعد 23 عاما منذ ذلك الانقلاب، وبعد أكثر من 60 سنة من الاستقلال، هل تحولت الجزائر فعلا إلى جمهورية؟ بل أن هناك حتى من يتحدث عن جملوكية كليبتقراطية، أم أن هذا الكلام مبالغ فيه؟ للإجابة على هذا السؤال وغيره معنا بداية عبر خدمة سكايب من واشنطن الدكتور أنور هدام، رئيس حركة الحرية والعدالة. دكتور أنور هدام، طبعا كنت مترشحا في تلك الانتخابات وفزت في انتخابات 91 التي تم الانقلاب عليها في 92. طبعا أنت كنت تقدم ومعك الفيس على أساس أنكم ستحولون الجزائر إلى جمهورية ثيوقراطية كهنوتية، وتدخل من تدخل العسكر ومن ولاهم من المدنيين وأنقذوا الجزائر من مخالب هذه الثيوقراطية. نعم، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الضيافة هذه. وحقيقة يعني الوضع في الجزائر الحالي، يعني هذا الفساد المتفشي له أسباب ذاتية وراجعة لطبيعة النظام في حد ذاته، حيث وكذلك راجعة للسياسات المتبعة بالنسبة لطبيعة النظام في حد ذاته. وهذه طبيعة الأنظمة الدكتاتورية، أين تغيب فيها المؤسسات المراقبة، وهكذا يتفشى الفساد. يعني مع الأسف هذا هو الذي غالب بالنسبة للجزائر، وقد ازداد هذا الوضع هذا بعد الانقلاب متى 91. كذلك بالنسبة للسياسات المتبعة في الحقيقة منذ فضل الاستقلال والتعويل على المحروقات والاقتصاد الريع، بدلا من التفكير الجاد في قيام بنية تحتية لاقتصاد منتج، يعني واقتصاد متنوع ومنتج. وازداد هذا الوضع هذا، استفحل الوضع أكثر تقريبا قبيل العهدة الثالثة نتاع الرئيس الحالي هذا ومرضه، أين زاد كملة الأمور بهذا الفساد هذا، حيث في حقيقة غياب تام أي رقابة، حتى نجهل من بيده السلطة في الجزائر الآن هيك عن القرارات الاقتصادية، وغياب هذه السياسة المتكاملة، النظرة المتكاملة للسياسة يعني الاقتصادية. وهذا اللي خلانا في هذا الوضع مثلا رقم واحد برك نتكلم عليه الآن، بعد ممكن يجيبوا أرقام أخرى، وهو كيف يعني هذه من أرقام الرسمية في الوقت الذي الساكنة في الجزائر ازدادت منذ سنة 2000 إلى 2003، زادت حوالي 20% 22%. في نفس الفترة يعني الواردات الغذائية للجزائر ضربت بثلاثة، يعني فهذا دليل على أنه فيه سياسة حمقاء نتاع الاستيراد من أجل الاستيراد والاستيراد فقط، في غياب أي سياسة إنتاج. وطبعا مع هذا تجي الفساد، تجي أصحاب العشرة في الإيجاد، فهذا الوضع مؤسف جدا. وبعد تخفيض يعني البترول هذا
والان مع الفضائح هذه اللي راهي موجوده بالنسبه لتهريب الاموال الجزائريه الى الخارج الى اخره، فهذا الوضع لم يعد يطاق. ونحن على وشك ان لم يتدارك الامر هذا على وشك وضعيه يعني اخطر مما كنا عليه عشيه اكتوبر 88 حين تم افلاس الدوله الجزائريه. الان حتى وحده التراب الوطني، ونرى الان مع الاسف الشديد كل هذه الاوضاع اللي احنا يمكن الجزائر انها تكون قويه اقتصاديا وتساعد دول الجوار ودول الساحل وافريقيا، فنرى الان كيف شعوب هذه المنطقه راهم في ياس كبير، حتى نرى الموتى بالمئات في البحار هربا من هذه الاوضاع ومن هذه الديكتاتوريات يعني. فلا يمكن اننا نواصل في هذا الحال، لابد من احداث هذا التحول السياسي اللي يسمح بتحول اقتصادي يخلينا نستفيد من مقدرات البلد. هل يمكن الحديث الان عن تحول ديمقراطي؟ لكن هل تتفق قبل ذلك انه هذه الجزائر التي قدمت على اساس انها سيتم انقاذها يعني منكم دكتور انور هدام، واتهمت بانكم ستقودون الجزائر الى دوله ثيوقراطيه، هل تتفق أن الأمور آلت فعلا إلى الآن توصيف حقيقي مبالغ فيه كليبتوكراسي، دولة كليبتوقراطية يعني حكم اللصوص عمليا بالترجمة اليونانية، هل هذا كلام توصيف دقيق مبالغ فيه؟ والله يعني الأرقام تتحدث، يعني شوفوا هذا أين هي الأموال تاع الجزائر، يعني لا يعقل، يعني أين هي كم الملايير تاع مئات الملايير تاع الدولارات صرفت خاصة في 15 سنة الأخيرة هذه، أين يعني غياب يعني الرئيس مع الأسف يعني هذا الوضع هذا خلى يعني في فوضى تامة وعدم مراقبة وعدم محاسبة، يعني أين هو البرلمان الشرعي البرلمان المنتخب الذي يحترم نفسه ويحترم شعبه ليقوم بالرقابة؟ أين هي لا كور دي كونت؟ أين هي المؤسسات الدستورية التي تخلي يعني فهذا أمر طبيعي أن توقع فيه السرقة لأنه في غياب هذا الموضوع هذا، وخاصة في غياب الشرعية، لأننا لا ينبغي أن ننسى الوضع الجزائري، الشرعية لا تكتسب بالتقادم، نحن عندنا مشكلة مع النظام ليس لأنه فشل فقط، فشل في قيام دولة محترمة واقتصاد محترم، لأنه بني على ظلم، بني على انقلاب شرعي، على انقلاب عسكري ضد خيار الشعب، فليس هنالك تواصل وتراضي بين الحكام المحكومين، وبالتالي ليس هنالك من يراقب هذا. لو كان الوضع مثلا، لو كانت الصورة عندما تم تسويق الانقلاب في 92 أساس لإنقاذ الجزائر، لو كانت الصورة مختلفة، لو كان الوضع مثلا لنقدم نموذج وإن كان يعني نموذج سيئا يعني سيء، أشياء سيئان ليس بالضرورة لا يساوي بالضرورة شيئا جيدا. التجربة التشيلية مثلا، بينوشي برغم ديكتاتوريته ولكن هناك من يحاجج له، من يجد له حسنات أنه قام بانقلاب على خيار شعبي على رئيس منتخب، ولكن بعد ذلك تشيلي ازدهر اقتصاديا في عهده. هل لو كان الوضع في الجزائر أفضل، هل كنت أنت مثلا الذي انقلب عليه، هل كنت ربما تقول ربما أنه لهم مبررات أنهم انقلبوا في 92 على خيار الشعب؟ نعم، شوف في الحقيقة الأمور هذه عندها هي بالنسبية، ولكن مع مرور الزمن يعني أصبح من الواضح بأن الدكتاتورية لا يمكنها أن تخدم البلد، ولو أنه بالنسبية ربما تظهر بعض الدكتاتوريات أنها بنت نوعا ما قامت بنا، ولكن بوجود مؤسسات دستورية تحت الرقابة الشعبية من خلال المؤسسات المنتخبة بالتأكيد سيكون المنتوج أكثر وأكبر. فهذا هذه المشكلة، نحن نحاول نقارن أنفسنا مع دكتاتوريات أخرى، الدكتاتوريات بالذات هذه مثلا شوف في جنوب أمريكا، شوف يعني كلها عبر العالم كله، حتى في ماليزيا نقولها، حتى في ماليزيا بكل صراحة وتحت الرئيس الذي كان يعني أبدى جهدا كبيرا وكذا، الرئيس المهاتير محمد، لكن وصح كان دكتاتوري ربما، ولكن المؤسسات لم تغيب، كان في مؤسسة الرقابة
ولذلك استطاعوا أنهم يقوموا بنوع من الاقتصاد اللي عاد بالفائدة للمجتمع. طيب خليك معنا. نحن المشكلة تاعنا هي هنا غياب تغييب تام للرقابة، وبالتالي حتى الذين كانت لهم، لأنه فيه بعض من الناس اللي التحقوا بهذا الحكومات المتتالية التي جاءت على طريق الانقلاب في سبيل الوطن، دخلوا في هذه الحكومات وخرجوا لأنهم رأوا بأنه لا فائدة من محاولة تحسين الوضع لأن السيستم لا يسمح بذلك. طيب ولكن ربما حتى أنت لك تجربة شخصية، يعني أنت كنت من المنقلب عليهم، وعمك الراحل تيجاني هدام كان من الهيئة التي حكمت الجزائر بعد الانقلاب، من الخماسي الذي حكم الجزائر بعد الانقلاب، يعني هاني ربما حتى فيها بعد شخصي في القصة. والله شوف، نحن في حقيقة الأمر يعني حسب معلوماتنا طبعا بعد حين يعني تبين بكل وضوح وقد صرح لنا البعض يعني صراحة يعني في لقاءاتنا الخاصة وكذا، أنه حقيقة بعض الدول وعلى رأسها فرنسا حتى نسمي الأسماء بمسمياتها، الذي يعني اللي خافت منه هو الشفافية التي كانت على مستوى البلديات التي سيرتها الجبهة الإسلامية إنقاذ آنذاك الحزب الفائز في الانتخابات، وعلى البرنامج التي قدمت به الجبهة الإسلامية إنقاذ من أجل اقتصاد منتج، ومن أجل من الهدف منه هو تحقيق الاستقلالية نتاع الدولة الجزائرية. طيب فهذا هما يعرفون تماما الاتجاه الذي كن حننجح حنفشل، هذا لم يتركوا لنا المجال. طيب دكتور أنور لو سمحت تبقى معنا، ينضم الينا الان في النقاش من الجزائر الكاتب عبد العزيز غرمول ورئيس حركه الوطنيين الاحرار عبد العزيز غرمول. يعني كتبت روايه في نفس السياق، زعيم الاقليه الساحقه، وهذه الاقليه الساحقه الان يبدو انها هي التي تحكم، وهي التي تشكل هذه الاوليغارشيه، تشكل هذه ما يعتبره البعض ربما ملامح كليبتوقراطية في الجزائر. ما رأيك، هل فعلا هذه الأقلية الساحقة تتجه الآن أو فرضت فعلا كليبتوقراطية، يعني حكم مبني على نمط حكم يبني مبني على مراكمة الثروة الشخصية، حتى لا نقول سرقة الخيرات الشعبية ومراكمة الحكم والسلطة من أقلية في البلاد؟ ما رأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبعث من خلالكم بتحية لمشاهدي قناة المغاربية. أعتقد أن يعني النظام الحاكم الآن تجاوز خيال الروائي. صحيح أن زعيم الأقلية الساحقة كانت رواية متفردة في وصفها للديكتاتور، لكن النظام الجزائري تجاوز خيال الروائي، والان اخترع سكونابيل ايطابويو، المجموعه اللي تحكم الان في البلد مجموعه يعني استطيع ان اقول انها يعني ليست فقط فشلت في اداره النظام، سرقت هذا النظام، لكنها ايضا نشرت فوضى كبيرة داخل الأخلاق نتاع الذات الجزائرية. الإنسان الجزائري فقد الثقة تاعو في كلش، فقد الثقة تاعو في نفسه، فقد الثقة تاعو في المعارضة، فقد الثقة تاعو في المستقبل. يعني كما قال أحد الأصدقاء منذ قليل، قال لولا أن الانتحار حرام لانتحر 75% من الشعب الجزائري. يعني وصل هذا الشعب الى حدود تجاوزت حدود الروائي، اللي كنت نظن بانني اكتب روايه يعني فوق واقعيه، لكنها في الحقيقه الواقع تجاوزها الان. طيب الواقع، طبعا الواقع يقول انه زحف رجال المال وتوسع اصحاب المال اصبح واضحا، يعني ويتصدرون المشهد. من يتحدث عن بالأسماء، مثلا رئيس منتدى المؤسسات علي حداد يستقبل السفراء، وطبعا نفى المنتدى ما الاتهامات التي وجهت بأنه يقدم حتى أوامر للوزراء، وقيل بأنه له قائمة ل 45 سفير في انتظار أن يستقبلهم. طبعا هو يرد ويدافع على أنه هذا في خدمة البلد، ومظاهر أخرى لزحف المال
في الجزائر، هل هذا كافي ربما للحديث عن هذا الفشل في هذه منظومة الحكم، أم أنه ربما الأمور أكثر تعقيدا من ما يثار عبد العزيز غريب؟ الأمور أكثر تعقيدا، لأن في تماما مثل ما حدث في رواية زعيم الأقلية الساحقة، الحكومة التي ترونها ليست هي التي تحكم الجزائر، هناك حكومة ليل، هناك حكومة ظل، تلك التي تعطي صلاحيات للشخص مثل هذا وتنتزع صلاحيات اخرى من الوزير الاول او من وزراء اخرين. طالما الان انا عندي واحد الاحساس ان هذه المجموعه حاسه في الاعماق نتاعها باللا امان، حاسه في الاعماق نتاعها بالخوف، وتعرف بان الايام نتاعها مهما كانت طويله فتره قصيره، وبالتالي تكالبت على الاموال الجزائريين، هربت قدر ما تستطيع لاعتقادها ان ذات يوم سيحدث تصحيح، تغيير، انقلاب، نسميه ما شئنا، لكن هم سيذهبون، وبالتالي هم الان يريدون ان يبنوا المستقبل نتاعهم ونتاع اولادهم بعيد عن الجزائر. الان الجزائر بالنسبه لهم مجرد خزينه عموميه يحتلبون منها الاموال ويحولونها الى ارصدتهم في الغرب، وبالتالي اصبح الحكم بالنسبه لهم مجرد وظيفه. المشاغل تاع الناس ما تهمهمش، المشكلات تاع الناس ما تهمهمش، الشيء الوحيد اللي يهمهم كيف يضمنون مستقبل لهم والابناء نتاعهم خارج البلد، لانهم يعرفون انهم ظلموا هذا الشعب ظلم عظيم، والشعب بكل تاكيد ماهوش راح يغفر لهم هذا الظلم. وبالتالي طاحوا في واحد اللعبه وسخه، لعبه قذره، اصبحوا لا يفكرون سوى في الارصده تاعهم، في تهريب المال، في العبث بمصير هذا الشعب. هذا هو الواقع. وفي واقع مثل هذا تظهر شخصيات من هذا النوع اللي عندها صلاحيات لا يخولها لها لا النظام الداخلي نتاع المؤسسة ولا القانون نتاعها الداخلي ولا القانون نتاع البلد. يعني يظهر أشخاص من هذا النوع، هذه الفقاعات اللي ظهرت خلال 15 سنة الماضية بأشكال مختلفة، ظهرت بأشكال مختلفة ثم انطفأت، والبعض منها دخل السجن والبعض منها هرب من البلد. وانا اعتقد يعني ان طيب على ذكر هروب من البلد، طبعا الحديث عن تهريب الاموال، يعني حتى في هذا الكتاب الذي يثير جدلا، الجزائر فرنسا علاقه حميمه كما وصفت، يعني علاقه حب اي حب، يعني في وقت يقول فرانسوا هولاند بانه ينفي ان فرنسا ارتكبت حرب اباده في الجزائر. مصدر فرنسي يقول لكاتبة الكتاب المشتركة في الكتاب كريستين طبيب بأنه تقديرات المخابرات الفرنسية أنه 50 مليار يورو هربت من الجزائر إلى فرنسا بطريقة غير شرعية. لا يلخص هذا كله الحكاية، لا يعبر ربما عن هذه الكليبتوكراسية. يا أخي العزيز، هذا يعني هذه قطرة من واد. هذه مجرد يعني رقم ربما ثانوي بالنسبه للاموال التي هربت، عندما نعرف اننا خلال 15 سنه الماضيه الجزائر صرفت اكثر من 700 مليار دولار بدون ان تنهض لا تنميه، بدون ان تستثمر في هذا البلد، بدون ان تاتي بشيء لهذا البلد. تعرف ان هذه الاموال ذهبت الى يعني ارصده اشخاص. زيادة على ذلك، الفرنسيين يعرفون أن الجزائر لديها أكثر من 400 مليار دولار عائمة في الأسواق الأوروبية والأمريكية، يعني أموال لا تستفيد منها الجزائر. ويعني هذه الأمور نعرفها يعني قبل أن تظهر في هذا الكتاب. لكن الشيء المهم هو كيف يستوعب الشعب الجزائري ما يحدث له. الكارثة الكبرى هي هنا. لذلك أنا في الخميس الماضي قلت أن الشعب هو الحل، لا المعارضة ولا النظام ولا مؤسسات الدولة التي غيبت، هذو كامل ما همش هم الحل. يجب أن يستيقظ هذا الشعب، أن يفهم هذا الشعب أنه يعيش في حالة خطر،
هذا هو الاشكال الكبير، وهذا هو يعني الرساله اللي تقدروا انتم تقوموا بها كما رانا نقوم بها احنا، كما تقوم بها وسائل الاعلام واحده اخرى، نوعيوا هذا الشعب. لان شوف المال مهما يكون يا سيدي يديوه ويروحوا علينا نتهناوا منهم. طيب. لكن يخلونا الجزائر نظيفه. شكرا جزيلا لك عبد العزيز غرمول كاتب ورئيس حركه الوطنيين الاحرار. ما رايك انور هدام الشعب في المعادلة؟ طبعا الكليبتوقراطية من مميزاتها أن الأقلية الحاكمة تستبعد هذا الشعب، تستأثر بكل شيء، وربما تستعمل حتى وسائل للتضليل للتلهية وإلى غيرها، وربما تشجع قابليات ما يعني. وأنت طبعا من أتباع المدرسة البنابية، بنابي ونظريته الشهيرة قابلية للاستعمار، ربما هذه الأقليات الحاكمة تشجع قابليات ما لقبول هكذا وضع، ما رأيك؟ والله يشوف يعني الحق إن كنا صح نسميها السياسة المنتهجة من قبل الحكومات المتتالية وأحيانا غياب السياسة، هذا اللي كانت مركزة من جملة ما ركزت عليه وهو تحييد الشعب هذا وتسويف، يعني حتى مسألة لونساج هذه أيضا هي كارثة. أين أفقدوا معنى العمل ومعنى الكسب الحلال والكسب الناتج المنتج عن العمل المنتج، نحوه من الساحة تماما، وبدأ يقولوا هاو اسمعنا حتى بما يسمى بوزير الأول هذا يقول لهم احتضرهم تعالى نساج روحوا تزوجوا بهم، هذا استخفاف بمصير الأمة، لأن الشباب هم مستقبل البلد. إذا كان غرسوا في الشباب يعني أنه يمكن أنهم يحصلوا على أموال بدون عمل بدون شغل، فهذه راهي كارثة، هذا راه حقيقة تهديد للأمن القومي الوطني، للأمن القومي الجزائري هذا، عندما الرصيد نتاعنا الشباب المستقبل هج يعني نحو منه هذا الحب للعمل وهذا. فإذا نحن مع نعم تفضل نسمعك دكتور. نحن مع في حقيقة الأمر نحن في حاجة إلى استراتيجية مستمرة ومتدامة للتنمية الاقتصادية، ماهوش ديبيك هكذا يجيبون حاجة ويجيبوا أفكار، هذا اليوم نانساج غدوة يديروا هذا لا بريفاتيزاسيون هذه بطريقة فوضوية التي تمس أمن الدولة في حقيقة الأمر، عندما يأتي الأمر اقتصاد البلد يعني أمر في مستقبل البلد. هل يعني لافت أن اقتصاد نعم. البلد يعني مشاهد كثيرة صحافة تكتب الآن حديث عن صاف فضيحة جديدة، فضيحة الصفقات مشبوهة للهليكوبتر، أسماء تذكر، وزير آخر الأسماء وزير في الحكومة وزير الموارد المائية يذكر اسمه في استعمال نفوذ وإعطاء أراضي فلاحية لأقارب، يعني نماذج كثيرة يوميا تحدث، ولكن كأنه لا حدث، لا شيء يتغير. شكيب خليل كذلك يترك الجزائر هكذا بسهولة، بينما يتابع البطالون ويتابع رشيد عوين وبالقاسم خنشة وغيرها من أبناء الشعب البسيط. هو شوف نحن نقول يعني حقيقة يعني أن الجزائر في حاجة إلى تحول اقتصادي جدي، من اقتصاد هذا الريع، اقتصاد الريع هذا واقتصاد البازار هذا، الى اقتصاد منتج ليسمح لنا للتمكين والاكتساب الاستقلاليه نتاعنا والاستفاده من الثروات اللي اعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى، الثروات البشريه من الشباب نتاعنا بدل ما يروحوا يلهوا بهذه الاموال الفاسده هذه، ومن ثروات الاخر. ولكن هذا لا يمكن تحقيق هذا التحول الا اذا تم في تحول سياسي حقيقي، وهذا يتطلب حقيقه وفاق وطني، مش كلام تاع المنابر فقط ولا، وانما واول الامر المسؤولين الذي بيدهم اي ذره من السلطه، لانه نحن حقيقه الامر انا شخصيا والمجموعه التي معي لا ندري السلطه بيد من، نقولها بكل صراحه. فعلى الذين بيدهم اي ذره من السلطه ان يخافوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشعب وفي هذه الامه وفي هذه المنطقه، لانه الجزائر ثقل كبير في المنطقه المغاربيه، فلا يمكن تحقيق نمو لهذه المنطقة المغربية واقتصاد متكامل للمنطقة المغربية اللي تحمي مصالح الشعوب المنطقة بدون الجزائر. طيب خليك معنا، ينبغي تحقيق هذا التحول هذا السياسي هذا بإطار في إطار هذا، هو فيه إذا كان فيه وقت ممكن خلال الحوار نتكلم على في بعض الإجراءات مقترحة آنية
ليجعل حد لهذا النزيف. طيب سنعود إليها، سنعود إليها لو سمحت دكتور، ولكن قبل ذلك دعنا نشرك معنا في النقاش الآن من الجزائر لحلو عليوات، من التنسيقية الوطنية للحرس البلدي سي لحلو عليوات. طبعا حرس البلدي الباتريوت يعني نماذج قدموا في فترة أساس أنهم في مقدمة حماية الجمهورية الجزائرية ومن انهيارها ومن سقوطها حتى في الدولة الكهنوتية الثيوقراطية. الآن هذا الحرس البلدي أنتم تقومون باحتجاجات، تعتقدون بأنكم حقوقكم هضمت، ولكن في المقابل تقومون باعتصاب، ولكن في المقابل هناك من يرى بأنكم كذلك تريدون الحصول أيضا على يعني معاشات، على مكاسب من وشرعية ما ربما تقارب حتى الشرعية الثورية. ما رأيك؟ ما ردك على هذا الكلام؟ مساء الخير، يعني اشكركم على هذه الاستضافة. بالنسبة لقضية الحرس البلدي هي قضية القرن، بينما الوزارة الوصية والحكومات المتتالية بعد أن بناء مؤسسات الدولة التي كانت منهارة في التسعينات، احنا قضية الحرس البلدي قاموا بالدراسة تاعها غير سطحيات، شغل كما زاد ومات. اسمها خلقوا هذا السلك في عام 94 وحلوه في عام 2011 بدون يعني بدون قانون. كاين سلك الحرس البلدي ضحية القانون التشريعي للعامل. وثانيا كان المطلب السياسي المهم هو الاعتراف الرسمي بتضحية هذه الشريعة أثناء العشرية السوداء. فلهذا يعني المطلب الأساسي والسياسي الشرعي الاعتراف الرسمي بتضحية وتكريس المقاومة الوطنية ضد الإرهاب في الدستور، والمطلب الشرعي الاجتماعي المهني استرجاع جميع الحقوق المهضومة كون هذا السلك ضحية القانون الشرعي للعمل منذ سنة 94. عدم وجود إحصائيات الحقيقية من طرف الهيئة الوصية إلى غاية حل السلك في 2011 بقرار رئيسي، كما شفنا باللي غياب الإرادة السياسية من طرف الحكومات المتتالية، ماشي نقول غير حكومة سلال ولا يعني بعد أن ولا الاستقرار البلاد ولا بناء مؤسسات الدولة بنات. أمام اليوم شاهدنا لاحظنا باللي قضية الحرس البلدي هي قضية ضحية اللوبيات داخل السلطة، ولا بد احنا واش المطلب نتاعنا ما يتهربوش على الحقيقة. هذو الناس علاش راه دي سلاح؟ يا يعني ترى كانوا بطالين في التسعينات يروح يقتل ولا يتقاتل يخلي ولاده على جلابوس دو طرابي على منصب عامل، ما بينما كان النداء الواجب وطني ومن اجل قدموا هذه الشريحه قدمت بالتضحيه على جال انقاذ الجمهوريه. هذا هو الصح. قول كاين شكون سببها ولا ما عندي واش راح شكون سببها. كاين مهندسين الاجراء اليوم ولاو شخصيه وطنيه ويستشارونا ويديهم يروحوا القصر الحكومه ويستشروهم في الدستور. مهندس الاجراء نورمالمون انا واش نعرفه في التاريخ العالمي ولازم المهندس الإجرام لازم يتابع قضائيا. طيب طيب ولكن طيب هل الذين قادوا الجزائر ايضا هناك من له راي اخر الذين يقولون بان الانقلاب قاد الجزائر الى هذا الوضع الذي فيه يعاني فيه ضحايا المأساة الوطنية وبعمومه من 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 كل الجهات الحرس البلدي وغيره، ما رايك في هذا الكلام كذلك؟ يعني المسألة اكثر تعقيدا. يا استاذ ما نقولوش باللي المأساة الوطنية، ما رايش المأساة الوطنية كي الزلزلة ولا الماء، ولكن هذا كاين الإرهاب في الجزائر مفبرك. ما نقولوش باللي خلق وحده ولا الآخر، الإرهاب في الجزائر في التسعينات كان يسمى مفبرك. كيف مفبرك؟ قضية المأساة الوطنية، حنا طالبين يتحاسبوا المهندسين الإجرام هذو اللي داروا لنا الروطار 20 سنة، وشحال من التضحية اللي كانت، وشحال الناس اللي ماتوا، وشحال الناس الاقتصاد الوطني راكم تشوفوا واش راه به يسمى حبسوا. طيب. الاخر المناطق الصناعية يسمى الاقتصاد الوطني منهار نهائيا. دوكا اليوم يسمى كاين خريطة الطريق
بداوها من بكري ماشي تاع اليوم يعني. طيب يعني انا انت تعتقد ما حدث كله فبركه يعني؟ ما حدث الارهاب مفبرك كما كنت تقول؟ كيف مفبرك؟ نعم طبعا الارهاب في الجزائر مفبرك من طرف المخبر الدولي، وراهم اليوم راهم هذوك الناس في التسعينات اللي يقولوا باللي الجزائر هكذا الجزائر هكذا، اليوم راهم يخلصوا مثلا في فرنسا، راك شوف واش صار في فرنسا، راك شوف الدول الاخرين واش راهم لحق لهم الارهاب اليوم. طيب هذا الشيء باش نكون على بالنا نكونوا واقعيين، هذو الناس حبوا ينتقموا من الثوره الجزائريه، هذا صح حقيقه تقال والتاريخ يشهد عليها. باسكو الناس اعداء الجزائر في الخارج هم اللي فبركونا الارهاب. طيب ولكن هل هم الذين، هل هؤلاء اللي في الخارج سي لحلو عليوات في الخارج هم الذين يسرقون هذه الاموال ينهبونها؟ الحديث في فرنسا بالذات العقارات لمسؤولين جزائريين بما فيها برمزيه الافلان، مسؤول الافلان له عقارات، حديث عن وزير سابق المجاهدين مقيم في فرنسا، حديث عن 50 مليار في حسب هذا الكتاب المثير للجدل نقلت وهربت بطريقه غير شرعيه الى فرنسا. يعني اليس كذلك احيانا الحديث عن المؤامره الخارجيه والخارج مبالغ فيه؟ يعني وان كانت هناك مؤامره فبايادي داخليه. كان مؤامره خارجيه باستغلال ايادي داخليه. اشكون يربح في المصالحه الوطنيه؟ طيب الولي والمصالحه الوطنيه، اشكون اللي يستفد من المصالحه الوطنيه؟ كان الناس اللي اختلسوا دراهم كيسمى لا مافيا بوليتيكو فينونسيير اللي يديروا فالو ديرون فرونسي، وليت سمع لي خرج الجبل وقتل ولا في الدراهم، شكون يستفد اليوم؟ ما في زوج. والله الشعب واش استفد الشعب؟ البطالين بدون عامل بدون مؤسسات، المعلمين يسمى راكم تشوفوا فيهم، الحرس البلدي والمقاومين راكم تشوفوا فيهم، شكون اللي استفد؟ والله الشعب اللي استفد. طيب. هذا صح. أنا كيشوف كيقول لك المصالحة الوطنية، نعم للمصالحة الوطنية ولكن بالاعتذار، لازم يكون اعتذار، لازم الأموال نتاع الجزائر يولي ولازم تكون المحاسبة، ماشي يقول لي المصالحة الوطنية أنت ركك سيانوت الماشينة تعطي الماشينة واحدة أخرى. شكرا جزيلا لك لحلو عليوات تنسيقية التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. ومن الجزائر ينضم إلينا الأستاذ مصطفى ميسي الكاتب الصحفي. أستاذ مصطفى ميسي، أنت كتبت حتى في الموضوع عن هذه الكليبتوقراطية وقلت في مقالك في الخبر كليبتوقراطية في الجزائر ولكن حتى رديئة وشرهة. هل فعلا الجزائر الآن أصبحت كليبتوقراطية؟ هذا على الأقل ما استنتجته من الانتشار الفساد على نطاق واسع حتى صار يهدد استقرار الدولة ويهدد القرار الاقتصادي والقرار السياسي، أصبح يتدخل في الانتخابات بشكل واسع. رأينا ذلك في الانتخابات الشرعية لعام 2012، ورأينا ذلك خلال الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس الأمة للمنتخبين من بين المنتخبين، وبالتالي أيضا رأينا كيف أن نقابة أرباب العمل صار لها دور. يبدو أن الاتصال انقطع مع الأستاذ مصطفى ميسي، سيحاول ربما الزملاء العودة إليه. دكتور أنور هدام، كنت تقول أنه هناك حلول يعني أمام هذا الوضع، هناك حلول استعجالية، ما طبيعة هذه الحلول؟ ما أسلفت، يعني الوضع راه كارثي حقيقة، يعني والهروب الأمام هذا ومحاولة يعني أنهم يحملوا الشعب من خلال سياسة التقشف مش حيؤدي إلى أي شيء. هو فيه حلول استعجالية لابد منها لجعل حد لهذا النزيف نتاع مقدرات البلد، ولكن هذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية. أولا لابد من بما نسميه احنا من إنشاء مجلس وطني للتحول الاقتصادي، يعني هو جعل حد هذا المجلس يكون فيه خبراء جزائريين نزهاء لم يتورطوا في هذا الفساد، وهم كثيرون
كاينين في الحقيقه. هادو كليبتوبا هادو اللي تسميهم انت هادو راهم حيدوا كل المقدرات تاع البلد وقدرات البشريه تاع البلد. هذا اذا هادو النقطه الاولى الذي ينبغي ان يقوم به ثلاثه ولا اربعه تاع امور اساسيه من المفروض انه يقوم به هذا المجلس، تكون له كل الصلاحيه لمعالجه الوضع الان حتى نوقف هذا النزيف هذا، لانه حتى ما ذخره اللي جابنا البترول هذه السنوات الماضيه هذه راهم قاعدين ياكلوا فيه الان بلاش، يعني زياده على ما كانوا من قبل. وبالتالي ينبغي جعل حد لهذا الموضوع. النقطه الاولى وهو مراجعه القرارات المتعلقه بهذه بسياسه هذا بهذه الصفقات اللي كانوا يقوموا بها، مراجعه ملف بملف. طيب ويرون الملفات التي تخدم حقيقه البلد. طيب والباقية لازم ينحوها. طيب تفضل. خليك معنا لو سمحت دكتور أنور. عاد إلينا الآن الأستاذ مصطفى ميسي. أستاذ مصطفى ميسي، الخط انقطع، كنت تتحدث عن أرباب العمل وبروزهم كذلك، هل هم فعلا هذا التعبير الأبرز عن هذه الكليبتوكراسية، هذه الجمهورية الكليبتوكراسية التي بلغتها الجزائر؟ نعم، للأسف الشديد هو فقط أن هذا الكليبتوقراطية أو سيطرة الفساد والمال الفاسد بالخصوص، وليس رجال الأعمال الذين ينشئون مؤسسات منتجة ويعملون في الوضوح الكامل إلى غير ذلك. رأس مالهم معروف وشركتهم معروفة، يدفعون ما عليهم من الجباية إلى غير ذلك، ولكن هناك للأسف الشديد حجم كبير من الأموال العامة التي خرجت من الخزانة العامة إلى أيدي متلاعبة في خاصة في السوق والسوق الموازية التي صارت تمثل حجما رهيبا من التجارة إلى غير ذلك، وتمثل حتى نسبة عالية من الاقتصاد الجزائري، وأصبحت تشغل ملايين الشباب. هذا يعني كل الخبراء والاقتصاديين في الجزائر كتبوا حول الموضوع وحللوا المسألة ومخاطرها على السياسات الاقتصادية وعلى سياسات الدولة وعلى القرار الاقتصادي إلى غير ذلك. المسألة الثانية التي أشرت لها هي وجود تحالف بين هذا المال الفاسد في الداخل، هذه التجارة الموازية الفاسدة التي تخرج عن نطاق الشفافية ولا تعمل في الوضوح الكامل، وما تحالفها مع المال الخارجي أو مع الرأس مال الخارجي أو مع المصالح الخارجية وبطرق غير شفافة، مما أيضا يهدد أيضا استقرار البلاد وحتى استقلالية القرار الاقتصادي والسياسي. فكل هذه وضعيات نشأت عن إدارة سياسية اقتصادية عممت أو سمحت أو غضت الطرف، نستعمل كل واحد يستعمل الكلمة التي يراها المناسبة، غضت الطرف عن كل هذا الفساد وسمحت بتبذير الأموال العمومية ونهب هذه الأموال العمومية وتحويلها إلى أيدي مشبوهة. ولكن هل من هو القادر على وقف هذه الأخطبوط إن صح التعبير؟ أنت كان لك رأي في نقاشات سابقة كنت تعتقد، هل تغير بالمناسبة رأيك؟ هل هذا البروز لسطوة المال أقوى الآن من ما تعتبره دائما وما يعتبر دائما في الجزائر المؤسسة العسكرية هي الضلع الأساسي أو في الحكم في الجزائر؟ هل تقوى هذا المال فعلا وقادر الآن أن يفرض هذه الكليبتوكراسي، أم أنه الأمور أكثر تعقيدا؟ ربما ليس لدينا تقديرات دقيقة عن يعني ما وصله هذا المال الفاسد من إفساد النخب السياسية والعسكرية والأمنية إلى غير ذلك. ليس لدينا نظرة واضحة أو أرقام يمكن الاستناد إليها باطمئنان، هناك تقديرات هي مجرد حدث. ولكن في كل الأحوال للأسف الشديد نحن نعرف أنه في الجزائر هناك غياب كامل للمؤسسات، هناك غياب كامل لدولة القانون، الإدارات الدولة سواء الجمارك الضرائب صارت ضعيفة جدا أمام هذه الكليبتوقراطية وأمام أصحاب السلطة والنفوذ بشكل عام، مما يجعل التقدير يميل
حتما إلى أن هذا المال الفاسد أصبح له تأثير وتأثير خطير على الكثير من دوالب السياسة ودوالب الاقتصاد والتجارة إلى غير ذلك. إذا كان في كل الأحوال نظرنا للأمر نظرة عامة، قد نقول أن الدولة هي التي تملك الأكبر أكبر قدر من المال، وهي التي تقرر كيف تستخدمه، إما أن يستخدم في إطار التنمية وبرامج التنمية، أو يستخدم في لتحويله إلى السوق الموازية وإلى أيدي المضاربين وإلى أيدي خفية إلى غير ذلك، وذلك في إطار لعبة السلطة ولعبة النفوذ والاستقواء بهذا المال الفاسد على الأطراف الأخرى المتنافسة داخل السلطة أو في الدوالب المختلفة للدولة. الأمر معقد وهو يعني وصل إلى درجة مخيفة، ولهذا رأيت أنه من الضروري الإشارة إلى هذا الأمر، ولكن ما زال تقديري أنه أمام غياب المؤسسات ليس هناك أي جهة أخرى قادرة على وقف تدهور سلطة الدولة إلا المؤسسة، مؤسسة الجيش ومؤسسة المؤسسات الأمنية على اختلافها. إذا كانت ما زال فيها شيء من الوطنية وشيء من النظافة، نظافة الأيدي إلى غير ذلك، فيمكنها أن تعمل مع أطراف اجتماعية أخرى ما زالت نظيفة في هذا المجتمع، ويمكنها أن تعيد للدولة هيبتها وتعيد للقانون سلطته إلى غير ذلك. شكرا. نعم نعم أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا لك. للوقت للأسف أدركنا، نشكرك جزيل الشكر. مصطفى ميسي الكاتب صحفي كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. دكتور أنور، كخلاصة لنقاشنا، كنت تقدم حلول و أيضا تعبر عن مخاوفك مثل ما يعبر الأستاذ مصطفى ميسي وكثيرون في الجزائر، ولكن أليس الآن هذا الأخطبوط إن صح التعبير، هذا الذي يريد فرض إن لم يكن فرض هذه الكليبتوكراسي، تغول بصورة ربما أصبح ربط حتى وراهن معه حتى البلاد، أم أنه ما زال هناك إمكانية وربما المعادلة ما زالت مثل ما هي، مثل ما كان يقول دكتور والأستاذ مصطفى ميسي، هناك إمكانية لأن يلتقي الجزائريين سواء في السلطة في المعارضة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه يعني. طبعا الجزائر عندها مقدرات كافية لتجاوز الأزمة بكل صراحة إن وجدت هذه الإرادة السياسية الوطنية، فهذا ينبغي حقيقة الأمر العمل على محورين متزامنين يعني متوازيين. المحور الاول هو جعل حد لهذا النزيف، ايقاف هذا النزيف، هذا تاع المقدرات نتاع بلادنا وهذه السرقه وهذا الاتلاف مقدرات البلد يعني، مع العمل على تحقيق هذا التحول السياسي اللي يسمح لنا بتحول اقتصادي حقيقي ليحمي البلد المدى البعيد يعني. فهذا الامر اللي لازم يعني بدل ما نبقى في خطاب يعني في نقاش عقائدي عقيم وكذا، ينبغي اننا نهتم كمعارضه وكسلطه معا. انا اقول هذا بصراحه يعني لأجل جعل العمل على هذا المحورين يعني. كما أستاذ بسرعة النقطة الأولى وهو جعل حد لما موجود الآن يعني، هذه الصفقات خاصة في الخمس سنوات تقريبا الأخيرة، تجميد تنفيذ كل هذه الصفقات من قبل هذا المجلس المعين نتاع الانتقال الاقتصادي هذا، ومراجعة تلك الصفقات وإلغاء الصفقات التي تضر المنتوج الوطني او اللي ما تسمحلناش باش نمشي يعني بعض المواد، لانه هذا الهستيريا وهذا نتاع الاستيراد باسم الاستيراد هذا والاستيراد فقط، هذا اللي هلكنا يعني الحقيقه. لو نشوف الارقام اللي موجوده شيء رهيب يعني التعويل على النقطه الثانيه بسرعه، وهذا يهم نحن المستقبل البلد، وهو ايجاد بديل ومراجعه المشروع لانساج هذا لما يعيد لمفهوم العمل لدى الشباب وقيمته يعني،
ولما يعني يسمح للدولة كدولة جزائرية استعادة تلك الأموال الباهظة، يعني تكون فيها الريتور في الانفستمنت يعني في هذا الموضوع. هذا هذه النقطة، نظن هذه نقاط أساسية، وكذلك العمل على يعني المساعدة بما يسمى لي بوتيت انتربريز، يعني على مستوى البلد، يعني لفتح للسماح بالشباب وتشجيعهم للشركات الصغيرة، مش صناعات كبيرة وكذا، اللي بيسمح هذا الاقتصاد المنتج شوية شوية ونجعل فيهم هذا ثقافة الإنتاج، بدل ما أنهم يجروا وراء الكسب الباطل، يعني كسب يعني بدون شغل يعني. وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى، أعيدها وأكرر، إلى يعني بما يسمى بإرادة سياسية وطنية حقيقة. ينبغي أن نجعل الحد، يعني اللي فات فات، علينا كيف نعمل لوقف هذا النزيف هذا، ولا بد لنا أن نحن كمعارضة في أحزاب المعارضة وكذلك في الذين يريدون التغيير من داخل السلطة مع قلتهم، لازم نعمل معا لإيجاد هذا الحل، هذا اللي نجعل حد لهذا الأمر هذا، يعني للمؤسف يعني، ولا لأصبح، لأن القضية اللي كشفوهم عندهم أبارتمون منا ولا هناك، المشكلة راهي الناس عندهم دي زيموبل يعني، ولم يكشف عنهم، يعني القضية أوسع من هذا يعني في حقيقة الأمر يعني. فلذلك احنا ما لازم نطيح تاني في الفخ هذا نتاع الصراعات أجنحة، الجناح يكشف ما حدث في جناح تاني الأخير. نحن نريد مصلحة بلدنا، شكرا، نريد مصلحة شعبنا، هذا الذي يهمنا، ونحن مستعدين للعمل مع الناس الكل من أجل جعل حد لهذا النزيف هذا. شكرا جزيلا لك، أنا أقوم بهذا إن شاء الله. شكرا لك دكتور أنور هدام، رئيس حركة الحرية والعدالة، كنت معنا عبر خدمة سكايب من واشنطن. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.